سارة واليوم جاي احكي عن روتيني بتكرر معي بشكل اسبوعي هون بسوريا. هلا يمكن تشوفوا موضوع السواقة وصفة السيارة موضوع ما بتعلق عليه او موضوع صغير، لكن بالنسبة إلي انا بشوفه موضوع بتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. هلا كل ما شوف، كل ما بدي بركن السيارة او كل ما بدي اطلع من الباركينج، دائما ما بيضل شاب او زلمه بالحاره او بالشارع الا وبيطلع وبيتدخل كيف لازم اطلع وكيف لازم صف السياره. اطلعي على اليمين يا انسه، رجعي لورا. هالشي كثير بيستفزني وبيخليني احس انه عن جد انتو يا رجال الارض بتحسونا انه نحن ما بنعرف نسوق. صرت بعدين راقب اخي وبابا، هل بيتعرضوا لنفس الاشياء اللي نحن بنتعرض لها؟ الجواب قطعا لا، ما بيتعرضوا ولا لجزء بسيط من هالاشياء اللي بنتعرض لها نحن. ما بيتعرضوا لزمور زياده، ما حدا بيجي بيكسر عليهم بطريقه كثير اوفر، ما حدا بيشتت انتباههم قد ما بيصير معنا. لاحظت ايضا شغله انه في كثير شباب في بعقلهم فكره مغروسه انه البنت حتى اذا كانت بتسوق منيح او ما بتسوق منيح فهي حتما ما بتعرف تسوق. في دراسة بتقول قريتها أو رأي قريته بالجريتر ماجازين، بيقول هيدا الرأي إنه النساء هن أكثر مين بينتبهوا وأقوى من الرجال بالانتباه على الطريق، كذلك إنه هن مين أكثر بتأيد بقوانين السير. في كثير نساء رائدات بمجال القيادة وتركوا بصمة تحديدا بمجال الرالي واللي هي نادية الجمودي التونسية والمصرية يارا شلبي، لكن بعدها مستمرة نظرة إنه أنت شو جابك؟ شو وين طاحشي على هالمجال؟ في كثير أمثلة بحياتنا بتخلينا نتساءل ونفكر، ليش يا ترى الشباب دائما بحسونا نحن النساء إنه ما بنعرف نسوق؟ وهل يا ترى عن جد نحن ما بنعرف نسوق؟ الجواب ربما نكون نحن ما بنعرف نسوق، إيه ليش لا؟ ممكن نكون ما بنعرف نسوق. وطبيعي ايضا نظره الشباب لنا تكون بهالدرجه انه ايه نحن ما بنعرف نسوق. الولد من هو صغير اول شيء بخلوه يطلع على السياره قبل البنت، دائما مفاتيح السياره بيقدر ياخذها امتى ما بده، بيقدر يطلع امتى ما بده. دائما في جمله بنسمعها بالبيت انه روح وصل اختك بالسياره، ما في عندنا هي الجمله المالوفه اللي بنسمعها دائما او ما موجوده هيدي الجمله اللي ممكن نسمعها انه روحي وصلي اخوك بالسياره. في دراسات كثير بتقول انه حوادث السير اقل بتعملها السيدات اقل من الرجال، وهالشيء كثير بخلينا نحس بفوارق بين برا وبين هون، كيف بيلاقوا المراه او كيف بيفكروا فيها. ولا مره برا ما بيطلعوا على المرأة إنه هي ما بتعرف تسوق أو هي ما عندها أي خبرة بهيدا المجال. بوصل لنهاية حديثي إنه أنا فكرتي ما بتتعلق فقط بالقيادة، إنما بتوصل لأشياء وأساسيات جوهرية وقضايا تانية بتخص المرأة، واللي هي إنه دائما الرجال عنده النظرة إنه المرأة، قصدي فئة من الرجال عفوا، عنده النظرة إنه المرأة ناقصة عقل وقدراتها أقل من الرجل بجميع المجالات، سواء بالقيادة سواء بالمناصب سواء بالسياسة. لكن ما نحن مدركين الأغلبية أنه إذا المرأة تحصل على نفس التعليم أو على نفس الاهتمام لربما أو أكيد رح تختفي كل هالفوارق. بتمنى شي يوم أطلع بالسيارة وإذا كان في زحمة أو حادث مرور على الطريق ما أسمع كلمة إيه أكيد عاملة هالزحمة وحدة. شكراً كثير.